سائل بيسأل: ما حكم وضع الفلوس في البوسطة؟ اللي بيحط فلوس في البوسطة نوعين، واحد بيكتب هو بيحط لا أريد فوائد بدون فوائد، ده راجل يجوز التعامل لأن البوسطة بتاخد الفلوس وتشيلها على جنب. واحد تاني بيفتح حسابه ما بيقولش كده، يبقى ساعتها بيجي له فوائد على البوسطة وهو كده بياكل ربا. طيب بياكل ربا ليه؟ لأن هو خد فوائد، وده إجماعا بلا خلاف إلا خلاف عباد القبور الصوفية اللي موجودين دلوقتي، لكن كل علماء الأزهر وكل علماء الدنيا بيقولوا ده ربا. طيب لو عمل كده عقوبته هيتحار، هيبقى محارب وملعون في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. طب هيبقى ملعون إزاي؟ لأن الرسول قال: لعن آكل الربا اللي هو اللي بياخد الفوائد، وموكلة الراجل اللي بيعمل قرض من البنك عشان يدفع، وكاتبه اللي هو البنك، وشاهديه كل واحد عرف ان الراجل ده حاطط فلوسه في البوسطه وما انكرش عليه، كل دول ملعونين. طب ايه الدليل ان ربنا هيحاربه؟ لان ربنا قال في اللي بياكلوا ربا: فاذنوا بحرب من الله ورسوله. طب ايه ازاي بيتحارب في الدنيا؟ في صحته واولاده وماله، كل ده بيضيع. طب بيتحارب في القبر ازاي؟ بينزل في نهر دم ما بيقدرش يتنفس شهور، واول ما يطلع يتنفس يلاقي ملك يحط له طوبه يرجعه تاني. اول ما يخش القبر بينزل في بحر الدم لحد يوم القيامه. طب في الاخره يقوم وهو مصدوم، يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طب ايه اللي جنه في الاخره وخلاه زي المصروع؟ ان لقى كل جني خدم البسطه اشد عند الله من 36 زانيه، ولقى كل جني خدم البسطه ادناها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا ادناها ان ينكح رجل امه. لازم يتوب ويتصدق بكل الفوائد اللي خدها ويتوب الى الله تعالى فورا. جزاكم الله خير.